مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة حلو شتوية كتير كتير مغذية وصحية وطيبة بهيدا الشكل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بحط 3 أكواب حليب، كوب 2 3 كمان 3 معالق طعام نشا، ملعقة 2 3 3 معالق طعام جوز الهند 3 3 معالق طعام زبيب، ملعقة 2 3 ممكن نستبدل الزبيب بتمر او اي نوع فواكه مجففة، ما في اي مشكلة عنا. 3 معالق صغار عسل، ملعقة 2 3 زدنا العسل شوي عشان علق عنا العسل بالملعقة. خلطهم شوي على البارد. هلا بحركهم تحريك مستمر على الغاز. بس اشتد الخليط عنا وصار بهيدا القوام، هلا بطفي الغاز. منحط جوز مكسر على الوجه بهيدا الشكل، منحط رشة قرفة خفيفة. هيدي الحلو الشتوية اللي عملتها أنا وياكم. أكيد التزيين المتوفر عندكم بتزينوا، يعني ممكن تحطوا جوز الهند، أي شيء متوفر عندكم ما في أي مشكلة، وكمان بتتقدم سخنة. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.